في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، قام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الشقيقة حفظه الله مساء أمس بزيارة إلى منزل سعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير الأردن لدى المملكة. رافقه خلالها معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. وخلال الزيارة التقى سموه حفظه الله بمجموعة من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في مملكة البحرين.